السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخوتي أخواتي، إلى كل من يعرف نوع هذا الطائر يخبرنا. مات الأرنب اللي بقى. بتشوف ياد هذا، شوفك شو ممكن يقوله شوية خيخش ماذا؟ مل ولا دود ولا اكفر عن غير المل والدود. المل نزل نور يحب الباطن. جناحهم ما يقدرش يتربيه، جناحه مكسر. وشكون اللي كسره له جناحه؟ شكون اللي كسره له؟ باش يحكموا الساحه التجاريه، ضربوا بالحجره الجناح هذا اللي مش قادر يقفله. بلي هذاك لازم نداويو. كنا تزعو كانت خلطو مهم. اي واحد يتفرج في هذا الفيديو ماذا بيكم تعطيونا نوع هذا ياكل الدود والبخاخ شو نمل. وين الجنان؟ جناح ها عليك جناح، ادور شو عندك. شو بالي جناح هذا هو اللي مريض. هاك اخلي ليه لا؟ ها زياد شفت كيفاه؟ ها دلا جاي تفمو دلا جاي. لا نحي روحوا جيبوا له كنش شمكيتو كنش من بعد خرجوا برا شوفوا كش متدبروا له بخاخش. هاي تباع بخاخش الماكلة تاعهم، هاي تباع بخاخش.